السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله عندي واحد العراضة عند واحد الصديقه ديالي عزيزه عليا، وجيت انا والبنات نكريو واحد القفيطنات ولا تكيشطات اللي رقينا. عاودوا لي على واحد الصالون في ليخيدو اللي هو غزال عند هاد البنت هذه اللي كتكري تكاشات الاكسسوارات القفاطان، المهم عندها جميع لوازم العرس. غادي ندخلكم معايا للصالون وغادي ضربوا معايا دويره وتشوفوا شنو كيف الصالون عندنا هنا في اسبانيا، هنا في الميريا، وغادي نخلي لكم جميع المعلومات ديالها في صندوق الوصف. يلا دخلوا معايا وتشوفوا شنو كاين لداخل. دابا حنا جينا ناخذوا من عندها شي قفيطنات، انتم كتشوفوا العماريات كديرين، تكشيطه. هادي لا غوب ديال العروسه. لا خصك شحال طالب؟ ايوا صافي حسينا في الصالون دابا. انا دابا ماشي هادو ديال الطيفورات اللي كيحطوا فيهم داكشي ديال الدهاز الكومبليب ديالهم. ثم كتشوفوا عندها كاع داكشي ديال الحنه، المهم التكاشط ديال العروسه. هادو بحال ديال الصاري، وي كاين هادي وكاين هادي، عجبتني بزاف. شو كي دايره واحد الشكل فيها روعه. كيفاش غنصورها لكم؟ شوفوا كي دايره، شو كي دايره هادي، عرفتي شحال ثقيله. وهاد الجلسه ديال العروسه، هادي بالنسبه للعروسه اللي بغا الصغيره واللي بغا الكبيره. شوفوا كي دايره، نبعد لكم باش تشوف. يعني حنا راه موجود كلشي عندنا هنايا في اسبانيا، زعما الحمد لله ولا كلشي موجود. كاين هادي ثم كتشوفوا جليسة في البيض، التكشيطه حتى هي. شو كي دايره السميطه كي دايره ديال الصاري هادي. هادو ديال الحنه في البيض اللي بغاهم، مثلا بغاهم في اللون بياض وداك الشيء، هما كاينين. شو هادي؟ داك الشيء عندها غزال تبارك الله عليها الصراحه. حتى الصالون دايره هنا هاد البنت غزال، عجبني بزاف. وحنا عندنا هنا واحد المناسبه وجينا كرينا من عندها تكاشط غزال كيحمقوا قفاطان، كاين كل واحد وشنو بغا. اكسسوارات ديالهم بكل شيء اليوم. ماريا هادي شحال زوينه، شو كي دايره في الكرونه. جلسه ديال الحنه شو كي دايره غزاله. شوف شو كي دايره غزاله فينا، عجباتني. شوف هذا ديال اللي كيتحط حدا العروسه كيعطيها الضو. كاين جوج عندها، المهم عندها داك الشيء روعه. انت هذاك اللي هي الاكسسوارات كما قلت لكم، ها هما. اكسسوارات عنده هنايا، كل حاجه وديالها. عندها ديك اللبسه السوسيه كلشي. كاين هادو ديالاش، هادوك ديال الدفوع، ديال الدفوع. هادو ديال الدهاز شو كي دايرين غزالين. وعندها حتى هذيك سميتها هذه الطبله ديال العماريه، ديال العماريه ها هي. وعندها هاد القفاطان العبايات داكشي اللي بغى داكشي سامبل مثلا حتى هو كاين.
طاشو ديال الحنة كي دايره ديال الصاري غزاله، مثل العروسة بحال هكا اللي بغات اللون ملكي، خضر ملكي غزال. وهاد البيت عندها اللي عامر بالتكاشط، شوف القفاطان التكاشط اللي بغيتي ديال الصاري مثلا شو كي دايرين. شوف هادي السوسية ولا ما عرفتش الحاول الله ما عرفت منين هاد، شوف الشكل ديالها فيها كلشي الاكسسوارات. هاي جبلية وقيلة لا شوف هنايا هذاك الالوان اللي عندها هنا، الزراق في القفاطان كاع الالوان عندها، وهذوك اللي كتشوفوا اون فاس ديال الصاري. شو هادي تا هي عجبتني في البلو، هادي كلهم هادو غزالين الصراحه، مفيقين وكلشي فني. طبقا عندها جداد ثم كتشوفوا نبعد ليكم باش يبان ليكم مزيان. كاين هاد الشيء ثاني هكا، هادي تاع العروسه هاد لاغوب، هذا قفطان خضر ملكي حتى هو. هذا حتى هو شو كيدير في الضوغي غزال فنيون زويني. المهم عندها حويجات هنا كلشي، عندها بدوك الحزامات ديالهم كلشي، شو كاع الشكل اللي بغيتي الاشكال اللي بغيتي ديال الحزامات كاينين. بالنسبه لنا حنا هنا في اسبانيا يعني كان ما كنلقاوش داكشي اللي بغينا، مي دابا والله الا ولينا كنلقاو اي حاجه بغيناه. هاد القفطان حتى هو غزال عجبني بزاف، غادي نوريه لكم. ها هو هذا كرات وحده من البنات صحاباتي، دابا غتديه. شو كي داير انتم كتشوف، شو هادي كي دايره هادي، شوفوها من البعيد. شوف هاد اللبسه اختي عندك السوسيه ولا الشلحه ولا هذيك ما عرفت الشلحه؟ ها بون هكاك الشلحه اذا دابا تاكدت انا ما كنعرفش فيهم الشلحه زويونه. المهم عندها كاع الكسيوات هنا فني عرفتوا البنات انا عجبتني هذه الصراحه، نقول لكم فهادشي كامل عجبتني، عجبني هذا ديال الورد هذا هذا الشكل، وعجبتني هذه الجلسه هذه، هذه ديال واعره، هذه راه ماشي جوج كاين كما قلت لكم الصغيره لتحت والاخرى اللي من موراها هي الكبيره اللي فيها الورد والاخرى صغيره. عجبتني بزاف انيقه وما فيهاش ديك بزاف ديال هذوك المخاد وكيطيحوا وهذه، عجبتني بزاف. ومطوه هنايا كيجلسوا حداك الناس، بالنسبه لهذا كيجلسوا اللي بغى يتصور من اهل العروس او العريس كيجلسوا هنايا. كيجلسوا حدا كاين هنا العروسه والعريس، هنا مثلا الاهل ديالها واحد هوك وواحد هوك، وكذلك ثاني هذيك الاخرى اللي من موراه عجبتني بزاف روعه. انتما كتشوف البنات، انتما كتشوفوا راه هاد البنت عندها صالون، شو عندها تف كما كتشوفوا فين تصايب الشعر، عندها الماكياج كتماكي واعر غزاله غزاله غزاله. البنات اللي هنا في الميريا وكيعرفوا البلاصه ديال الاخيدو، انا غنخلي لكم التليفون في صندوق الوصف،
ماش تعيطوا لها الا كانت عندكم شي مناسبه، اي حاجه هنا كتصاوبها. انتم كتشوفوا الصالون وكل شيء كما وريتكم قبل. المهم انا وريتكم دابا كل شيء، كنتمنى يعجبكم. دابا انا ساليت من هذاك الصالون، البنات خداو داك الشيء اللي بغاو وكراو داك الفاطان اللي بغاو، صافي دابا انا شاده الطريق راجع للدار. المهم كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم. اللي بغات تواصل مع ديك البنت التليفون ديالها غادي نخليه في صندوق الوصف، والسميه ديال الصالون، واللي بغى يدار شي فرح ولا شي حاجه. المهم الناس اللي ساكنه هنا في الميريا راه يقدروا يتواصلوا معاها. المهم ما تنساونيش بلي لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.